بسيط طبعا عبد الله في فوق الكواليس. اهلا وسهلا بطلاب صفوف السوادس، خلينا نشجعهم بزقفه حلوه. شكرا حضور الكل، تفضلوا معنا طلاب السوادس، خليكم واقفين.
لها عندما خيرت بين السهل والصعب فاختارت السهل. أما نحن إدارة معلمون سلطة محلية ولجان أولياء لم نغفل للحظة عن التفكير بكم وبمصلحتكم، فلقد أتيناكم ببرامج ترفيهية تعليمية عديدة، أذكر منها برنامج كيرين كريف، برنامج المتفوقون من سيانوت البايم، الواحة الزراعية يعني الحفاحة كلايت بلغتنا، برنامج فن الخطابة اللي احنا كنا مسمينا حس الديبيت، برامج الإثراء المختلفة كالدبكة والشطرنج والفن التشكيلي وتصميم الحلة وساعة القصة في المكتبة والمركز التعليمي وغيره وغيره. وفرنا لكم فرصا للنجاح عن طريق بناء خطط عمل علاجية ونهج طرق التقييم البديل، وحاولنا الوصول لكل واحد منكم عن طريق ملاءمة طرائق التعليم لقدراتكم المتفاوتة، ومن ثم سماع صوتكم والوصول إليكم عن طريق مواهبكم وقدراتكم. فمنكم من شارك بمسابقة الخاطب الصغير أو مسابقة الأعمال المحوسبة أو معارض الرسم والأعمال اليدوية أو ألعاب كرة السلة وكرة القدم وغيرها. رافقناكم بالحصص الفردانية التي عملت على مستويين التعليم والاجتماعي، ففوجئنا بتقدم الملحوظ عند بعضكم على هذين الصعيدين. تعلمتم عن طريق البحث العلمي، قمتم بتجارب علمية وتوصلتم إلى نتائج مهمة ومشرفة. أجل كل هذا وأكثر مر عليكم خلال هذه السنوات الست، وها أنتم تتخرجون وفي جربتكم زاد وقود وقوة كفيلون أن يوصلوكم إلى بر الأمان. שנולדנו במדינה הזאת שני עמים, אבל המדינה הזאת שלנו ביחד, שאנחנו חיים בה, אנחנו רוצים שיהיה לה עתיד טוב, אנחנו רוצים שיהיה שלום, וזה תלוי גם בכם, גם בעתיד שלכם. אני רוצה להודות בהזדמנות הזאת לכם, קודם כל ההורים, שאתם נותנים לנו את האמון בכך שהילדים שלכם נשלחים בית הספר. ואני אומר לכם, יש לנו מערכת חינוך מצוינת בעיר, יש לנו צוות מחנכים, יש הנהלה מצוינת, וזה מוכח גם בבגרויות בבית ספר התיכון, גם בהישגים ביסודי. ואני חושב רנדה המנהלת ציינה את כל הדברים היפים שנעשים בנוסף לחינוך הפורמלי הרגיל, המצוינות, הריקודים, השחמט, כל הדברים האלה מעצבים ונותנים עוד ועוד ועוד לילד. תודה להנהלה, תודה לצוות, תודה להורים, ונתפלל שיהיה לנו שלום בארץ הזאת. תודה לכולם. תודה מר שלמה. לפני שאתה עוזב אותנו מר שלמה, אנחנו יודעים שיש לך לוז צפוף. (אומר בערבית: לכולם ولكم أيها الخريجين والخريجات، أقول اليوم أنتم مفارقون وستنتقلون لمرحلة جديدة. أطيب الأماني لكم ولذويكم، نتمنى لكم مستقبل زاهر وحياة سعيدة وانطلاقات مباركة من نجاح إلى نجاح وكل تخريج، وأنتم في قمة أمجاد التفوق والامتياز، فاستمروا في مسيرتكم التعليمية وحققوا الأمان والطموح. أما أنتم أيها الأهل الكرماء، نهنئكم بتخريج أبنائكم الذين هم أحب الخلق إليكم، بوركت مساعيكم وبورك نهجكم، وأظلكم الله بفضله عطفاً ورحمة وقرة عين في أبنائكم، أبنائنا وأحبتكم وأحبتنا، وقد كنتم لهم في رضا الحياة ورغبة النور، فلكم منا ما يخصكم مقاماً وتبجيلاً بالتهنئة الخالصة لما أترتموه من أعماركم وقدمتموه من عد قلوبكم ومحبة وسماحة وحرصا، واعلموا أنكم الرابحون وأنهم الأوفياء كما نأمل وتأملون. وفقكم الله ونار دربكم. أحيانا واللجنة تضحيتهم على حساب وقتهم وعملهم الخاص له هدف واحد ووحيد، تقديم المساعدة
للمدرسة وللمعلمون وللطلاب بدون أي مقابل. توحيد الموارد والطاقات الإيجابية ما هو إلا كفيل لنجاح هذه الشراكة، والتي هي مصلحة طلابنا، حيث نراها كهدف سامي يفوق كل اعتبارات شخصية. في كلمة حضرتها فقرة خصوصي للمعلمين، بس قبل ما أقول الفقرة هاي بحب أطلب أعضاء اللجان صف سادس حابين يقدموا من أهالي الطلاب والطلاب هدية للمربيات. الأعضاء تفضلوا.